من المؤكد أنه خرق الهدنة ويخلق حقيقة حالة من الإحراج وحالة من اللارضة والتشنج بالعلاقات بين حكومة السيد السوداني اللي هي أساساً حكومة الإطار وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الانسحاب الأمريكي من العراق التحدث عنه بهكذا صيغة وبطريقة الانسحاب أعتقد مستبعد الآن من حساباتنا سواء كانت السياسية أو الأمنية وحتى الاقتصادية. هناك بند في الاتفاقية الأمريكية اللي هم سموها الملحق في زمن السيد الدكتور العبادي واتفقت عليه الحكومة آنذاك بأنه إذا أريد للقوات أو إذا طلب من القوات الأمريكية الانسحاب فعلى الأقل تعطي الحكومة العراقية سنتين فترة زمنية لغرض إكمال الانسحاب وليس هناك انسحاب فوري لأنه القوات الأمريكية المتجحفلة وعدتها وماكنتها العسكرية تحتاج إلى وقت كثير. الهدنة أنا باعتقادي وأجزم أنه المقاومة ما تعطي هدنة. نعم. يعني أما مقاومة وجلاء أو معايشة وعلاقات طيبة وينتهي الوضع على هكذا حال بين فترة وأخرى هدنة واختراق الهدنة. أعتقد هذا بمآرب أخرى قد لا يمكنني الزمن والوقت أن أقول ما هذه المآرب. الحكومة السيد السوداني في ورطة حقيقية وفي شكوك ويشار إليها في عدم قدرة على ضبط الوضع الأمني وضبط سلاح الفصائل التي تنتمي إلى المقاومة الحقيقية والمقاومة التي تتخذ من قرارها من ذاتها وليس تابعة للحكومة كما هو في الحشد الشعبي. نعم. المؤمل من حكومة السيد السوداني أن تكون واضحة سواء كانت مع الشعب العراقي أو مع الإدارة الأمريكية وتقول بالحرف الواحد وبالبوند العريض أنه لا يمكن لديها القدرة على ضبط السلاح وأيضا لا يمكن لديها القدرة على نشر الأمن للقوات العسكرية الأمريكية. طيب. إحنا في نعم